عادت جائزة الحسن الثاني وكأس لالا مريم بعد توقف أملته ظروف الجائحة، فعاد نجوم اللعبة من مختلف دول العالم، ومعهم عادت الفرجة، المتعة والمنافسة في أرض المملكة المغربية. أسبوع بعنوانين بارزين، الكندي ستيفان إيمز والسويدية مايا ستارك. لنتابع الملخص. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة لالا مريم اليوم السبت بنادي الغولف الملكي دار السلام في الرباط حفل توزيع الجوائز على الفائزين بالدورة 47 لجائزة الحسن الثاني والسادسة والعشرين لكأس لالا مريم للغولف، المنظمين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الفترة الممتدة من السادس إلى الحادي عشر فبراير الجاري. وتوج لاعب الغولف الكندي ستيفان مايكل إيمز بلقب جائزة الحسن الثاني للغولف بعد تصدره الترتيب لثالث مرة على التوالي. الكندي حقق ما مجموعه 9 ضربات تحت، وحل في المركز الثاني الأسترالي مارك هينزبي متبوعا بمواطنه ريتشارد غرين بثلاث ضربات تحت. شاركت سنة 1991 في جائزة الحسن الثاني للغولف هنا في الرباط. المسالك تغيرت بشكل كبير وأصبحت أكثر صعوبة مما كانت عليه. الطقس خلال المسابقة كان رائعا وساعدني بشكل كبير على تحقيق هذه النتيجة، والمنافسة كانت قوية جدا مع باقي اللاعبين. سعيد بهذا التتويج وهذه الأجواء الرائعة. لقب كأس لالا مريم لهذه السنة عاد للبطلة السويدية مايا ستارك بعد تصدرها المنافسات لليوم الثالث على التوالي بتحقيقها ل 12 ضربة تحت المعدل، متقدمة على مواطنتها لين جرانت بثماني ضربات تحت والهندية إيديتي أشوك بالعدد نفسه من الضربات. وتعد هذه أول مشاركة لمايا ستارك في هذه المسابقة، علما أنها انتقلت لعالم الاحتراف قبل سنتين وفي رصدها 5 ألقاب للدوري الأوروبي للسيدات، وهذا هو سادس لقب في مسيرتها الغولفية. أظن أن الأمر كان جيدا، أكيد أثق في قدراتي وكنت واثقة من الفوز، لكن مشكلتي هي التركيز والحفاظ على هدوء طيلة المنافسات، واستطعت تحقيق ذلك إلى أن تمكنت من حسم اللقب لصالحي. أنا سعيدة بهذا التتويج. أما بالنسبة للاعبات المغربيات فوقعنا على مشاركة متميزة، فمن أصل 7 لاعبات 3 منهن مررنا إلى الدور الأخير رفقة كبريات لاعبات الغولف العالمي بعد أن حققنا المعدل الكوت، وشكلت صوفيا شريف السقلي المفاجأة الكبرى في أول مشاركة لها في دوري من هذا الحجم. Très 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 contente d'avoir pu participer à la Coupe à la Mariem. C'est ma première édition et c'est un tournoi que je rêve de jouer depuis toute petite. Donc non, j'étais heureuse d'avoir ma famille près de moi, mes amis. Aujourd'hui, il y avait pas mal de monde qui nous a suivis parce qu'on était avec Mara dans la partie. Vraiment une expérience unique qu'on retrouve pas dans les autres tournois. Donc j'ai hâte d'être de retour avec Inch'Allah de meilleurs résultats. Honnêtement, bon là vous me parlez un peu à chaud, mais bon si je prends un peu d'auteur, je sors d'une maladie, je suis encore un peu fatiguée, je me suis battue à certains moments, pris du plaisir à d'autres moments quand j'étais plus en forme. Donc honnêtement satisfaite, mais bon je vais faire un feedback et voir les points à améliorer pour les futurs tournois à venir, Inch'Allah. Non, c'est génial. Déjà, juste la participation de 7 Marocaines pour cette édition. Et ensuite, 3 Marocaines qui passent le cut, dont une fille qui a entre 13 et 14 ans. C'est exceptionnel. Donc, Inch'Allah, on verra de grandes championnes dans le futur très proche. كانت مشاركة اليوم جميلة حيت لعبت في لابارتي مع إيناس، دونك جمعنا شوية الجمهور، كانت اون بون امبيونس في لابارتي. ابخي مالوغوزمون ما كملتش مزيان انا جي بري دي بوغي فيغ لا فان، دونك ان بو ديسو دو سا، ولكن سيتي اون سوبر بارتي مو جيتي تري تري كونتانت دو جوي ايك ايل. جو بونس كو فوالا كوا اون ا يو دو لا شانس دو بوفوار بارتاجي سيت بارتي اي سي دو بون اوغور بور لو ريست دو لا سيزون. الا اون بون رياكسيون مالغري ان موفي ترو لي دارتو في لو ترو نيميرو 18، دونك نوتر 9ييم ترو. Très belle réaction. Moi, j'ai eu un peu de soucis sur le retour, des petites erreurs par-ci par-là, mais voilà, c'est le golf et ouais, c'était une très belle partie.
Oui, ça c'est une très belle chose. Bada باش كانوا سبعه المغربيات اللي شاركوا راه هادي سي une première. من قبل كنا غير ماكسيموم جوج. Donc ça c'est super ou باش دازو ثلاثه الكات سي encore mieux surtout Sofia. Sofia عندها 13 عام وباقا amateur. Donc inchallah les années qui viennent, j'espère يكونوا اكثر من المغربيات لاعبين في كاس لاله مريم وان شاء الله encore plus de cut. Vous connaissez très bien le sport à Riyadia. La base pour pouvoir sortir des champions, il faut qu'on ait une base de joueurs qui soit très importante. Donc, sous l'impulsion de Son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid, qui est président de la Fédération de l'ATH, il y a eu un vrai changement stratégique sur les objectifs qu'on a. Et les objectifs sont essentiellement d'insister sur la formation des jeunes, le recrutement des jeunes. Elle a un pôle développement, une commission de développement à la fédération qui est très active, d'ailleurs qui nous ont fait passer en quelques mois de 6000 et quelques licenciés à 8400 licenciés. Donc sur cet axe-là, la fédération travaille. دوزنا واحد المبادره اللي كانت مهمه بزاف مع خيمينيس اللي هو لاعبي معروف على الصعيد الاوروبي والعالمي، وكان وكنا جبنا ليكيب ديال اللي هي ديال الفيرستي ديال المغرب من كل النوادي ديال المغرب، وكانوا حتى ليكول اللي كانت ديال دار السلام كانت حاضره، وكانوا الوليدات كانوا فرحانين، وميم ميغال عجبوا الوليدات كاملين ومشى حتى هو فرحان. وبهذه المناسبه كنشكر الامير مولاي رشيد على التشجيعات ديالو بالنسبه للوليد. الجولف حسي في الاول كون ما جاني بحال رياضه ماشي واعره، ولكن فاش جربته جاني امبرسيونون ما اكثر من اللي كنت كنتخايل، جاني واعر امبرسيونون احسن رياضه درتها. انا عجبني بزاف هذا ليفينمون سورتو هذا لو كيتس كلوب اللي تعلمنا منه بزاف الحاجات، وكنشكروا اوسي لو غولف دار السلام اللي عطانا هاد لانفيتاسيون بور لو باش نمارسوا هاد الرياضه. انا جيت اليوم مع الاصدقاء ديالي باش نكتشفوا دار السلام ونشوفوا الابطال، وعجبني بزاف الجو وعجبوني بزاف لي كوتش وما عرفتش بلاصه زوينه. فاش جينا هنايا انا وصحابي اكتشفنا الدار سلام وكانت اكسبيريونس زوينه، تعلمنا بزاف د الحوايج اللي نستافدو بهم دابا وفاش نكبروا، وفريمون هاد بلاصه كبيره وهادشي كامل زوين وتعلمنا بزاف د الحوايج. جيت لهنايا ولا الجولف كيعجبني بزاف، تلاقيت مع ابطال وبزاف د الحوايج، وخا كنت باغي نكون بطل في الكره كانوا كيعجبوني بزاف الرياضات اخرين، ولكن دابا ولا كيعجبني الجولف بغيت ان شاء الله نولي بطل هنايا. أجدد الترحاب بكم مشاهدي قناة الرياضية أينما كنتم في هضبة التحليل الخاص باليوم الأخير من منافسة جائزة الحسنة الثاني وكأس لالة مريم للغولف. يرافقني في تحليل أهم ما يزال اليوم الأخير السيد جليل بن عزوز مدير الرياضة بالجامعة الملكية المغربية للغولف. أهلا بك سي جليل. شكرا زينب وشكرا على الاستضافة.
أهلا بك. إذن الدورة 74 من جائزة الحسنة الثاني للغولف تبتسم للكندي ستيفان أيمز، والنتيجة 9 ضربات تحت المعدل. سي جليل، هذا الكندي اللي يشارك لأول مرة طبعا هنا بجائزة الحسنة الثاني ضمن البي جي اي تور. نعم، دونك النتيجة 9 ضربات تحت هذا الكندي اللي تفوق منذ اليوم الأول، يعني برز الاسم ديالو، تفوق على أغلبية اللاعبين. في المرتبة الثانية هناك الأستراليين أيضا مارك إنزبي وريشار غرين. رأيك يعني في هذا الكندي؟ هذا الكندي معروف، عنده واحد تجربة في الجولف اللي كانت مهمة، كان دار عدة زعما بطولات في بي جي تور، أربعة وجوج في الأوروبيان تور، وسميتو كانت معروفة. كان كمل واحد النهار الأخير مع تايجر وودز تسمى باش تعرف، حيت كان وصل في واحد لا كومبيتيسيون هو تايجر وودز النهار الأخر. بون، تايجر وودز كان تمكن باش يفوز عليه، ولكن من تما تعرف ستيفن إيمز، كل شيء بدا يعرف ستيفن إيمز غاس تايجر وودز، وعنده واحد المستوى كبير اللي كان جعلو يربح عدة مرات في البي جي تور. مارك هينزبي اللي هو شوية المفاجأة ديال هاد البطولة هادي اللي جا في المرتبة الثانية، وريشارد غرين، هادو جوج مفاجآت من أستراليا اللي حتى هما برزوا في هذه المنافسة وتمكنوا باش ياخذوا البلاصة المركز الثاني والثالث. نعم، أكيد منافسة كانت قوية منذ اليوم الأول، لكن الكندي كما سبق لي وذكرت فهو تفوق، ويعني يبعد على السكور على باقي المنافسين منذ الدور الأول من المنافسة. فوالا، إلا ماركي لو كوف النهار الأول باش لعب تنظن 5 ولا 6 ضربات تحت النهار الأول، وروا بين الاخرين من اللي راه جا واجد، كان داك الساعه قريب اللي شي لعابه، ولكن النهار الثاني والثالث هبطوا في المستوى، وهو بقى لاعب ديما تيلعب لتحت ديما، دونك وتمكن باش يفوز بهذه البطوله. جا وجد ليها وبين المستوى ديالو الكبير. نبقاو دائما مع جائزة الحسنة الثاني، يصدر الستار على الدورة 47 من الجائزة، أكيد أنه لي غوتور كلهم بوزيتيف، يعني من تنظيم، من منافسة، من نيفو ديال لا كومبيتيسيون. عطينا أمتي بيلون سي جليل على هذه الدورة 47 لجائزة الحسنة الثاني. البيلون الأول هو إيفيكتيفمون لاسبيك بوزيتيف ديال هذه العودة ديال هذا الكأس الحسنة الثاني وكأس لالا مريم من بعد 3 سنوات ديال التوقف. الحمد لله غراس لاسوسياسيون دي تروفي حسن 2 دوزنا واحد لا سيمين في واحد المستوى رفيع ديال التنظيم، هادشي تيبرهن على التجربه ديال لاسوسياسيون دي تروفي حسن 2 في التنظيم. الحمد لله لي ليجوند جاو، غوتور دي ليجوند، وجاو لي ليجوند، كولين مونغومري، برنارد لانغور، جوزي ماريا اولازابال، جيم فيوريك لاول مره. دونك حنا زعما اوني تري كونتون دو ريزولتا ديال هاد لا كومبيتيسيون. الحمد لله انما جد سعيدين من هاد المستوى ديال هاد التنظيم ديال هاد العام ان شاء الله. الحمد لله. نعم، وفي منافسات كأس لالا مريم عرفت تتويج السويدية مايا ستارك بالدورة 26 في أول مشاركة لها، وبنتيجة 12 ضربة تحت المعدل، متبوعة بمواطنتها لين جرانت، ثم الهندية أديتي أشوك بثماني ضربات تحت المعدل. سي جليل، نقدر نقولوا بأنه كانت هناك سيطرة سويدية على المنافسة، سويدية تبرزوا من أول دور، وفي الأخير السويدية في أول مشاركة لها تتوج باللقب. فعلا زينب، العام التتويج كان اللعابات اللي كانوا مترشحين باش يربحوا هذه المنافسة، حيت مايا ستارك كملت العام اللي فات في التصنيف الثاني في كلاسمون أوروبيان، ولين غرانت في المرتبة الأولى. ودونك جات مايا ستارك بروميير ب 12 ضربة تحت، وتابعها لين غرانت السويدية حتى هي، وأديتي أشوك اللي راجعة من كينيا حتى هي بواحد الفوز في كينيا اللي بقى اللي عطاها هذاك مقاس على هذاك المستوى ديالها اللي روات في كينيا، وجات في المرتبة الثالثة اللي هذه نتيجة عندها دابا تتويج في كينيا والمرتبة الثالثة في كأس للمريم اللي هي نتيجة مزينة ليها. نعم، مايا ستارك اللي دخلت عالم الاحتراف عامين هذه، يعني سنة 2021، وفي رصيدها 5 ألقاب في ليديز أوروبيان تور، وهذا هو اللقب السادس. فعلا مايا ستارك دارت واحد لا سيزون ديال 2022 اللي راه كانت في واحد المستوى عالي، لا هي لا لين غرانت، بحال اللي قلت لك لين غرانت كانت الاولى وتابعها مايا ستارك، وجاو رواو زعما بينوا بلا راه هما الدوله اللي دابا زعما
كي دومين لو غولف فيمينان في اوروبا. السويد دابا بينات عاود برهنات بهذاك المستوى العالي اللي تفورمي به اللعبة ديالها، وان شاء الله زعما حتى حنا في المغرب نحاولوا نتبعوا نفس الطريق باش نكونوا حتى حنا باش نتوجوا حتى حنا الاناد ديالنا في الجولف العالمي. نعم ذكرتي المغرب ونتحدثوا الان على المشاركه المغربيه من اصل 7 لاعبات ممثلات للجولف المغربي في هذه المنافسه، 3 دازوا الكوت، يعني مشاركه مشرفه بالنسبه للمغرب خاصه بوجود داك لا جون في دو 13 اون اللي حتى هي نفسه الكبار ومرات الديرني تور بعد ما الى باسي الكوت. فعلا فعلا في 7 ديال اللاعبات اللي شاركوا دازوا 3، وهذه النتيجه لا باس بها حيت هذه اول تجربه ديال 4 الهوات في هذا النيفو ديال كاس المريم. ما تمكنوش البارح باش يدوزوا الكوت، ولكن راه داروا المجهود ديالهم، والثلاثة اللي دازوا الحمد لله بون بيان سور ايناس القلالش ومعها حديوي اللي هم عندهم واحد التجربه في هذا الميدان، دونك واخا ما داروش واحد المنافسه زعما جاوا في النصف ديال الكلاسمون. الحمد لله هذه المنافسه الاولى ديال العام اللي تعطيهم واحد دونك لامبولسيون باش يكملوا لا سيزون، وما خصنا نوقفوا على سونيا على جون صوفيا استقلي اللي 13 عام دازت الكوت وخلات شي لعابات معروفين بزاف في العالم ما دازوهش، وهي عندها 13 عام. تنظن ما كاينش بزاف ديال البنات ديال 13 عام اللي دازوا الكوت. انا تنظن كاينين جوج يمكن ولا ثلاثه اللي عندهم هذا الشيء في الراس العالميه في امريكا لا في اوروبا اللي بهذا السن ودازوا الكوت، وتبارك الله عليها هي افتخار للجولف ديالنا. وتيتشي تيضم لها واحد ان شاء الله واحد المستقبل كبير في هاد اللعبه هذه. انا كنعتبرها لا ريفيلاسيون ديال هاد لو تورنوا. بالعوده الى ايناس ومها كما ذكرتي فهو لو بروميير تورنوا في لا سيزون، بوتيتر كو ما دخلوش في المنافسه، يعني كتكون صعوبه اكيد في البدايه ديالهم. في البلاد ديالهم تكون عندهم واحد لا بريسيون ان بو باش الجولف هو هذا، الجولف فيه المونتال بزاف، ويخص زعما شي حاجه بسيطه اللي تقد داك الميكانيزم شويه ما يخليهمش يجيبوا النتائج اللي كانوا باغيين. الحمد لله دازوا الكوت، هذه بدا اول اوبجيكتيف دازوه، وراه باقيين دابا يمشيو السيمانه الجايه لينا ومع حديوي وايناس القلالش يمشيو لواحد المنافسه في السعوديه اللي عندها واحد اهميه كبيره، جايين لعابه من العالم كله احسن لعيبه تكون فيها ان شاء الله، وحنا نتبعوهم ونشوفوا ان شاء الله بالله يديروا لنا نتيجه اللي تفرح المغرب ان شاء الله. اكيد كنتمنوا لهم حظ موفق. شكرا سي جليل لك على تلبيه الدعوه طيله الاسبوع. مرحبا، وانا ديما موجود باش نعطي الاخبار ديال الجولف للجمهور المغربي، وانا سعيد باش نشوف هذا الجمهور اللي جا اللي ريبوندو على لابيل كو نوزون في باش يشجعوا المغاربه. ودابا الحمد لله حنا فرحانين باش هاد المغاربه هادو يعرفوا هاد اللعبه هادي ويعرفوا هاد المسالك اللي عندنا، وبحال اللي قلت لك راه كاين اماكن جهزتهم الجامعه الملكيه المغربيه للجولف باش يقدروا يتمرنوا وياخذوا المعلومات اللي خصهم باش يدخلوا في هاد اللعبه هادي حتى هما. شكرا لك سي جليل. سنة بعد أخرى إذا يكبر الإشعاع ويكرس مكانة جائزة الحسن الثاني وكأس لالا مريم ضمن ملتقيات كبريات الملتقيات الدولية عبر العالم. من هنا من الجولف الملكي دار السلام نودع دورة لنستقبل السنة المقبلة دورة أخرى. من هنا أرض الرياضة، من هنا المملكة المغربية، إلى اللقاء.